رمضان في المهجر. يحكي السيد مصطفى المقيم ببلجيكا عن أجواء شهر رمضان في المهجر، ويرى أن هذا الشهر الفضيل تتجدد فيه فرحة المهاجرين المغاربة، يتبادلون التهاني والأفراح بقدومه، حيث تجتمع الأسر لتعوض فقدان الأهل وألم الغربة. إن أكثر اللحظات بهجة لدى الكثيرين منهم هي ساعة الإفطار، الإفطار المشترك الذي يجمعهم بمسلمين من دول مختلفة حول مائدة واحدة. ويضيف مصطفى قائلا: تعودت مع أفراد أسرتي على تنظيم مائدة إفطار الصائم كل سنة في مدينة بروكسل. نعد ما تتطلبه المائدة الرمضانية من مأكولات متنوعة تفتح شهية الصائم، كما هي عليه حالة تزيين المائدة المغربية. نسعى لأن نوفر للصائمين بعضاً من أجواء رمضان في المغرب، ونخفف عنهم عناء إعداد وجبة الفطور، ونوفر لهم الظروف المناسبة لأداء صلاة التراويح. فالحياة في بلاد الغربة تختلف عنها في بلدنا الحبيب المغرب. ويسترسل قائلا: تنتهي وجبات الإفطار الجماعي في الغالب بأحاديث عن الحنين إلى الوطن، وعن عظمة رمضان بين الأهل والأحباب. هذه اللحظات في الحقيقة فسحة للتعرف على تقاليد وعادات من مختلف البلدان الإسلامية، فالمسلمون المغتربون أشد حرصاً على التآزر والالتحام في رمضان أكثر من الشهور الأخرى، يحققون بذلك إحدى أسمى مقاصد الدين الإسلامي.